الوزارة. السيد الوزير، تدخل السيد الرئيس عبد المجيد تبون لإنقاذ ما عجزت الحكومة بوزارتها القيام به بعد تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات. جاء في الوقت المناسب بعد الشبهات والفساد الكبير في تسيير هذا الملف وتحديد حاجيات الاستيراد بهدف تقليص الفاتورة السنوية وتشجيع الإنتاج الوطني ومنع استيراد المنتوجات المصنعة محليا. كلها قرارات نثمنها لسيد رئيس الجمهورية، ولكن ماذا فعلتم كوزير للتجارة وإطار سابق بالقطاع؟ ويؤسفني اليوم أن أقول لكم أن المواطن قد خاب ظنه في قطاعكم. نعم، خيبة كبيرة وصدمة أكبر مع واقع يزداد فيه الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية. ومن هنا سيد الوزير، وعملا بأحكام المادة 160 من الدستور، وباعتبار أن عملية الاستيراد وحتى تصدير بعض المنتجات الوطنية قد أخذت أبعاد اقتصادية واجتماعية وأخرى مالية وحتى سياسية، أثرت بشكل مباشر على المواطن وقدرته الشرائية، حيث انتقلت الندرة بمرور الأشهر من رفوف المحلات والأسواق والمكتبات إلى رفوف الصيدليات، مع دفع المواطنين إلى خوض سباق يوم مع الزمن من أجل تأمين قوتهم ودواء عائلتهم. لوسط كل هذا لخط وتقاذف للمسؤوليات بين التجار في مختلف سلاسل العملية التجارية، ليبقى المواطن وحده الضحية لهذه القرارات الغير المدروسة التي تتخذها مصالحكم دون تنسيق بين القطاعات ذات الشأن بالملف، والتي تترجم حجم غياب التنسيق بين وزارات الحكومة الواحدة. من هنا نتساءل سيد الوزير، ما هي التوضيحات التي تقدمونها للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين حول الإجراءات المعتمدة من قبل مصالحكم في مجال كبح الواردات والتي سببت ندرة في بعض المواد الأساسية يقابله ارتفاع جنوني في أسعارها؟ أين كان من الأجدر التفريق بين كبح الواردات وترشيدها؟ مشكور السيد النائب، والكلمة الآن إلى السيد وزير التجارة وترقية الصادرات ليجيب عن السؤال، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة المحترمة رئيسة الجلسة، الإخوة والأخوات النواب، زملائي الوزراء، أسرة الإعلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا كذلك للسيد النائب ماسينيسا واري المحترم على استرساله في طرح السؤال المكتوب، والذي من يعني حسن تتبعه للقطاع استرسل على حتى خارج السؤال، فأعطيتني كذلك فرصة لأسترسل معكم في المشاكل الكبيرة التي يواجهها أو في قطاع التجارة بصفة عامة. أشكركم على الاهتمام الذي أبديتموه لقطاع التجارة وترقية الصادرات المتضمن انشغالكم المتعلق بالإجراءات المعتمدة من قبل دائرتنا الوزارية في مجال ضبط الواردات، وهذا هو موضوع السؤال الذي تم إرساله إلى القطاع المعني. في البداية وجب علينا الرجوع إلى سنوات مضت كما سبق وأن ذكرتم بها، أين سجل الميزان التجاري لبلادنا أرقام خيالية في قضية الاستيراد وفي باب الواردات، حيث بلغ ما قيمته أكثر من 61 مليار دولار من واردات الجزائر، ما وضع بلادنا أمام محك الاستدانة الخارجية، كنا قاب قوسين أو أدنى من ذلك، ما أدى إلى اللجوء، تتذكرون جميعا، إلى التمويل التقليدي، مرينا إلى طبع النقود حتى لا نذهب إلى الاستدانة، لأننا كنا نستورد أكثر من ما نستهلك، الذي أثر سلبا على معاملة النمو الاقتصادي واستفحال معدلات التضخم من جراء طبع النقود والقرارات الاقتصادية الغير مدروسة
وأنتم جميعا كنواب تمثلون قبل أن تمثلون المصالح ومشاكل المواطنين كنتم تمثلون السيادة الشعبية والسيادة الوطنية والدفاع عن قرارات الدولة الجزائرية وقرارات الشعب الجزائري. منذ سنة 2020 اعتمد مخطط عمل للحكومة المنبثق من برنامج السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى حوكمة وعقلنة السياسية أو وعقلنة سياسة الواردات من خلال الحد من الاستيراد العشوائي الذي لا ولم يخدم أبدا الاقتصاد الوطني. وتتذكرون جميعا ما كنا نستورده في حاويات مغلقة بأموال طائلة، حتى أكرمكم الله استوردنا يعني قاذورات الدول الأوروبية وبعض الدول الأجنبية. وعلى هذا الأساس تم تكليف قطاعنا الوزاري منذ 2020 بتأطير شق الواردات من خلال إجراءات وتدابير عملية من شأنها تحقيق معادلة توازن بين الاستيراد والإنتاج الوطني، وهي معادلة صعبة وصعبة جدا في ظل اقتصاد تسوده الفوضى، في ظل اقتصاد غير متكامل المعالم وغير مبني بأسس علمية. قلت معادلة صعبة أن نوازن بين الاستيراد العشوائي والإنتاج الوطني. وعلى هذا الأساس قلت تم تكليف الوزارة لأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. قبل التطرق إلى التدابير المعتمدة في هذا الشأن، وجب التذكير أن باب الواردات يتضمن 4 فصول، يعني هذه ممكن راح ندخل معكم شوية في ان بو دو ديتاي، لكن لحصر المعادلة والمقاربة يجب أن نفهم يعني ما هي الأبواب التي تشكل باب الواردات. 4 فصول تسجل فيها مختلف عمليات الاستيراد كل حسب صنفه، وتتمثل في نشاط استيراد التجهيزات ليزيكيبمون، نشاط استيراد التسيير الفونكسيونمون، نشاط استيراد البيع على الحالة لا ريفونت اون ليتا، وباقي النشاطات اللي كانت اوتر. وهنا فقط نحل القوس، اوتر كان ممكن بعض الاخوان اللي يعرفوا شويه الجمارك، كانت كل ما يريد تهريبه يوطن في هذا المجال تاع اوتر. حتى في كل دول العالم عندنا نسبه معينه لا تتجاوز يعني حد معين من نسبه الاستيراد في هذا الباب، الا ان الجزائر يعني تجاوز الرقم 34% من استيرادنا كان يروح في باب اوتر لتهريبه على لي سوبوزيسيون طريفه المعمول بهم جمركيا وقانونيا في قانون الماليه. وعليه تجدر الاشاره ان عمليه تاطير الواردات كمرحله اولى تخص فقط الاستيراد من اجل البيع على الحاله. لي ديسيزيون اي اورغانيزاسيون اللي مست يعني التحكم في الواردات ووضع منصة رقمية خاصة بالواردات هي فقط في ان شابيت دي كاتر، وهو لا ريفونت اون ليتا، حيث سجلت هذه الأخيرة سنة 2022 فقط كمثال نعطيه لك أزيد من 13 مليار دولار في قيمة واردات بما يقارب 40 مليار دولار في سنة 2022. لا ريفونت اون ليتا اون 22 كانت تتكفل فقط ب 13 مليار دولار اللي تمر على المنصة بحجم واردات كلي 40 مليار تقريبا 39 مليار فاصل كلكو بوسيير. من هنا نستنتج أن الإجراءات المعتمدة تستهدف فقط تلك الموجهة للبيع على الحالة والتي تتضمن بعض المنتوجات التي يحتويها نسيج الصناعة الوطنية، مما يستدعي إقرار تدابير لحمايتها والحفاظ على مناصب الشغل وإدراجها في سلاسل القيم للرفع من القيمة المضافة. وهنا اسمح لي السيد النائب المحترم نفتح قوس أنني أشكرك على هذا السؤال، لأن هذا السؤال يمكننا وأنتم معنا كممثلين للشعب أننا تكون عندنا إرادة مشتركة حول كيفية بناء اقتصاد وطني. والسيد رئيس الجمهورية ذكر بأننا انطلقنا بدون اقتصاد وطني، كانت عندنا تجارة بيع وشراء، لكن اليوم حبينا نبني اقتصاد وطني. ولذا نشكرك على السؤال. كان بعض الإخوان كانوا يتكلموا كثيرا على
الحفاظ على مناصب الشغل، على الحفاظ على سلاسل القيم، على القيمة المضافة. لازم يكون عندنا نشاطات باش نخلصوا الضرائب، لكن الاستيراد قتل كل هذه النشاطات. وفي هذا الصدد ومن خلال مقاربة تشاركية وتشاورية، تم إعادة النظر في الأطر المعتمدة في عقلنة عمليات الاستيراد، من خلال أولا إجراء إحصاء اقتصادي لكل قدرات الإنتاج الوطني لتكون بمثابة قاعدة بيانات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات. السيد رئيس الجمهورية أخذ قرار قال لك المنتوج اللي ينجوه في البلاد ما نستوردوش، المنتوج اللي ما ينجوش في البلاد نستوردوه، لكن المنتوجات اللي ننتجوا منها شوية وخصنا نستوردو الشيء اللي خصنا. لكن على أي أساس نعتمد هذه المقاربة؟ هل عندنا إحصاء للإنتاج الوطني؟ هل عندنا إن بونك دو دوني تاع واش رانا ننتجو واش ما ننتجوش؟ إذا انطلقنا في هذه العملية أننا نحصي الإنتاج الوطني في كل هياكله باش نعرف واش ننتج واش ما ننتج، باش نعرف واش نستورد واش ما نستوردش، وما هي القيم التي نعتمدها. ثانيا إنشاء خلية اليقظة، مهمتها الأساسية دراسة وتحديد قائمة المنتجات ذات الأولية للاستيراد حسب مؤشرات السوق. كاين وزارة التجارة ماهيش واحد، وزارة التجارة هي وزارة أفقية ماهيش وزارة عمودية، يعني تتقاطع مع الكثير من الوزارات، الصناعة، السياحة، الثقافة، كل الوزارات، المؤسسات الناشئة تتقاطع معهم في الكثير من، وهي واجهة لكل هذه النتائج، تسير ما ينتجونه وما نستورده من وزارة الفلاحة وكذا. إذن كيف يلجق خلية يقظة اللي تحتوي كل هؤلاء باش على الأقل تكون عندنا يقظة لما نستورده ولا نستورده. واليوم فقط نقول لك بأن أعطيتني الفرصة بما زالت 40 مادة، لجنة اليقظة تقول لك أنا ما نسرحهاش إلى الاستيراد. لماذا؟ لأنه فيه إنتاج وطني موجود في الساحة الوطنية. كذلك في النقطة الثالثة رقمنة شهادة الاحترام، وهنا عندكم الحق تقولوا وش حبيتوا لأنها حقيقة، أننا في بعض الإجراءات تاع الاستيراد كانت أمور تستدعي إعادة النظر حتى لا أقول شيء آخر، فتمت رقمنة كل فيه اليوم في وزارة التجارة فيما يخص التصدير والاستيراد 24 تنظيم أو تنظيم رقمي 24 بلاتفورم نوميريك كيجار لي ديفيرون دوكيمون دو لامبور اي دو ليكسبور، من بينها رقمنة شهادة الاحترام من خلال إطلاق منصة رقمية من شأنها إضفاء الشفافية وتكوين بنك معلومات يساهم في تحديد وبدقة برامج الاستيراد ومستويات وقدرات التخزين، بالإضافة إلى تحديد موقع كل مستورد قصد تسهيل عملية الرقابة. كنا نستوردو حتى لا سيركيو دو بري ما نعرفوهاش، نجيبوها بان دولار، ما نتكلملكش على لا سور فاكتوراسيون، وما نتكلملكش على بعض المظاهر الاخرى اللي شابت وعلى اونطاشي قضيه التجاره الخارجيه، لكن فيما ما نتكلملكش على هذه الامور، نتكلملك فقط على المراقبه. يعني شري حاجه بان دولار تلحق للمواطن باسعار مضاعفه ومضاعفه جدا. إذن هذا ما أدى بالتهاب في القدرة الشرائية، واليوم في هذه الرقمنة نتاع لي بلاتفورم يؤدوا بنا على الأقل للترقب والمتابعة. نقطة أخرى هي كذلك تطوير المنصة الرقمية المخصصة لمنح الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي. التوطين البنكي كانت بكري باش تدي أوتوريزاسيون دامبورتاسيون، كنتو تسموها أوتوريزاسيون ألجيكس، كنا نروحو نديرو لاشان. اليوم جو بونس كو واحد ما يتنقل لوزارة التجارة كل شيء يروح بار. حبينا نقصوا من نسبة يعني بعض الكلام اللي كنا نسمعوه برا اللي كان في بعضه حقيقة، و اوني باسي لا نيميريزاسيون سو دوكيمون. السماح للبنوك الجزائرية كذلك باش ما يكسراش فيه يعني يعني تحريف او يعني اخذ الوثائق هذه ب الترافيك نتاعها، درنا حتى الولوج تاع البنوك يمشي الى منصة الوزارة التجارة من أجل التأكد من صحية الوثيقة. للعلم فإن قطاعنا الوزاري قد عالج منذ، أعطيك فقط على الكبح وعلى التنظيم، وهي ما هي المعادلة اللي نقدر نضمنها بين أننا نكبح نطلع الفرا ما نستوردوش وبين أننا ننظمه. ونعطيك بعض الأرقام منذ 1 جانفي 2023، وهذه الأرقام علاش نشكرك لأنك طرحت السؤال هذا، لأن تمكننا باش نقدموا هذه الأرقام للرأي العام، لأن بعض الناس حابة تمد بعض التهم وقال كاين فيه انفريناج يعني توتال، وهنا نقارنوها حتى بسنوات البحبوحة كما يقال عنها، وكيفاش هي قضية الاستيراد، لأنها تنظمت ونظفت
القوائم نتاع المستوردين، فاصبح بعض اللوبيات اليوم يرفعوا بعض الاصوات اللي يناديوا بان باش يكسروا هذا النظام وهذا اعاده تنظيم عمليه الاستيراد. اذا 1 جونفي 23 الى غايه يوم اليوم ازيد من 29,660 فاتوره تمت معالجتها ل 6,788 مستورد، اي ما يعادل 9.6 مليار دولار تم استيرادها عن طريق البلاتفورم هذه. مقارنه بسنه 22 فقط، ما نقولش بسنوات البحبوحه، راح نمشي لك لسنوات البحبوحه ونعطيك بعض الامثله. في سنه 2022 سنه كامله عالجنا 15,759 فاتوره ل 4,231 مستورد بقيمة 3.7 مليار دولار. السنة الماضية 3.7 في لاروفونت ليطا، هذا العام 9.7، ولكم أن تتصوروا هل فيه كبح أو فيه تنظيم، أي بزيادة تعادل، خليك تحسبها وحدك لكن نعطيها لك باش ما نعييكش، 38.45% إضافة. ومن خلال هذه المعطيات يتضح أن الهدف هو تأطير الواردات وليس كبحها. هذه الإجراءات ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي. لازم نشوفوا لي ريتومبيت سو جور دو ديسيزيون، علاش خدينا هذا القرار؟ فقط باش نزيروا لان ما عندناش عمله صعبه، وي سي فري، لكن عندها هدف اخر هو هدف اقتصادي. لان عندما ماده اللي راهي تنتج في الجزائر ونستوردها من الخارج راح نقتل منصب الشغل. طولت شويه. عندما نسمح الاستيراد نقتل مناصب الشغل. خليني نقراها باش ما نطولش عليك لاني ممكن استرسل. هذه الاجراءات ساهمت في توسيع وتنويع النسيج الاقتصادي، حيث شهدنا تحول العديد من المستوردين اللي كانوا يستوردوا الى مصنعين في السوق الوطنيه، مما سمح من خلق الالاف من مناصب الشغل، وذلك نتيجه للتدابير المنتهجه التي اقرتها الدولة وأمر بها السيد رئيس الجمهورية لضبط الواردات، حيث شكلت قاعدة بيانات فعلية ساعدت على اتخاذ القرارات المناسبة وفق مقاربة دقيقة في مجال التجارة الخارجية، بما سمح من ترشيد فعلي للواردات التي تقلصت من 60 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. 20 مليار دولار اللي ربحناها مش زيرنا سنتورة، لا، هذه خلقت مناصب شغل، ونقدر نعطيك ونسترسل معك في الشبكة القيم التي خلقتها عدم استيراد هذه المواد. هبطنا كي نهبطوا 20 مليار دولار، معناتها انتجنا هذه ال 20 مليار دولار هذه موجودة في السوق، أكثر من ذلك صدرنا 7 مليار دولار، وهذه أول مرة في تاريخ الجزائر خلال 11 شهر. نعطيك في المعطيات هذه خلال 11 شهر لسنة 2023 مع تحقيق أرقام غير مسبوقة في مجال التصدير خارج المحروقات. السيد النائب المحترم، الإخوة والأخوات، ختاما يجدر التنويه بالأهمية القصوى التي يوليها السيد رئيس الجمهورية للتجارة الخارجية، حيث ولأول مرة تم تأسيس المجلس الأعلى للواردات، والذي وضع تحت سلطة السيد الوزير الأول وكل ما يمس الاقتصاد الوطني وكل ما يخدم الإنتاج الوطني يمر عبر هذا المجلس الوطني اللي فيه كل القطاعات الوزارية المعنية، مكلف بإرساء سياسة ضبط وترشيد الواردات هذا المجلس، مع الحفاظ على النسيج الوطني وتوجيه الاستثمار إلى الشعب الإنتاجية في سبيل تقليص فاتورة الاستيراد من أجل تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيد الوزير. اسمحوا لي أن أذكر السيدات والسادة النواب وكذا السادة الوزراء أن نلتزم بالوقت، ذلك لحسن سير الجلسات، وشكرا. السيد النائب لكم الكلمة الآن للتعقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد الوزير المحترم على ردكم. سيد الوزير دعني نقول لك ماسينيسي يهضر لغة الصراحة والاحترام والمحبة.
vous êtes une belle image politique. وانا نكل كل احترام لا ستركتور بوليتيك اللي كنت فيها انت ورجالك انا نعزهم ونكل لهم كل احترام. ولكن دعني نقول لك سيد الوزير كي هضرت على الجيكس نسقسيك برك ما هي المعايير اللازمه للحصول على رضا الجيكس؟ هذا السؤال الاول. ثانيا سيد رئيس الجمهوريه دار 54 تعهد وراه وفاهم برسك اكل. واليوم سيد رئيس الجمهوريه اختارك انت بين الرجال كل موجودين على القدر الوطني لانه شاف فيك قدرات وشاف فيك انك راح تحسن يعني هذا القطاع. ولكن اليوم دعني نقول لك سيد الوزير اني لا اريد الخوض في ازمه الحبوب والباقوليه، ولكن اين مصالح الرقابه وقمع الغش والاسعار؟ لا اثر لهم في الميدان باستثناء نشر الثمينه، كما ان معظم الاسواق في الجزائر خارج الرقابه سيد الوزير. وراه جديد في القطاع سيد الوزير في هذا المجال، ولم نستطيع حتى شرح الاسباب الفوضى للمواطن، او نزيد نقول ازمه باقوليا وقبلها اللحوم البيضاء ثم الحمراء ازمه الحليب. اين انتم من كل هذا سيد الوزير؟ علامه استفهام كبيره وحيرة المواطن اكبر. الى اين يتجه المواطن؟ فوضى في اسواق، غياب شبه تم لتنسيق بينكم بين قطاعات الفلاحه والصيد البحري والصناعه التجاره، يستنجدون ويستنكرون والمواطن في حالة. سيد الوزير دعني نقول لك أنه لشيف اللي ذكرتهم 14 مليار دولار، دعني نقول لك أنه المونكا غاني في هذا القطاع كون جيتوا تفهموا مع الصناعة مع الدوان كون المونكا غاني تلقاوه بتت سي لو ميم شيفر ولا يديباس. كون تشوف شحال السلعة يجيبوها في ليبور ويهربوها هذا هو سي سكون أبل لو مونكا غاني. لو كان جينا برك يعني نديروا خلاص وسون لي زون ليبر ايشونج. سيد الوزير هضرنا على العمله كون حبينا ندخلوها كون خليني هاد الناس يعني ونحاسبوهم. شكرا رئيسة. سيد الوزير لو كان يعني نخلو هاد الناس اللي يجيبوا على لي بور نكونتروليهم فقط، جيب تليفون على روحك، ولكن اعطي لي حق الدوله جيب تليفون يدير ميلور اعطي لي 50 اورو اللي ندخلها للخزينه العموميه، بها نخلص اللي يخدموا، بها نطور ونشبح يعني اللي ستركتور دو ليطا. ما نطولش عليكم، شكرا على كرم الاصغاء، تحيه الجزائر والسلام عليكم. مشكور السيد النائب ماسينيسا، والكلمه الان الى السيد وزير التجاره وترقيه الصادرات للتعقيف ليتفضل مشكورا. سيدة الوزيرة، ولا كان لاحظت نشكر النائب أول مرة أخرى على الاسترسال أو سيد النائب سيد النائب سيد النائب أشكره على السيد ماسينيسا على الاسترسال، لكن الشيء اللي أضافه لازم لي نص نهار وما نقدرش نكمل على الأسئلة سيد الوزير. أكيد، لكن خلينا نذكر بأن هذا الموضوع له شجون فيما يخص قضية تنظيم السوق، وأنا أتفق مع السيد النائب في الكثير مما طرحه في فوضى السوق وفي بعض النقائص. لان لو كان نجيو اليوم نصرحوا بعضنا ونقولوا بلي تو فا بيان ما راناش نخدموا في البلاد، رانا نجاملوا في بعضنا. لكن خليني نقول بان كل الملفات اللي ذكرتها سي ماسينيسا اللي تتطلب انها تحل مفتوحه فيها ورشات ضخمه، للاسف تاخرنا كثير في الكثير من الاشكالات. اذا كان نتكلم على المراقبه نعطيك بعض الارقام وما لا يتسع الوقت لكل الارقام. 7000 عون رقابه لمليون و600 الف تاجر، ولك ان تتصور يعني حتى نوعيه التاجر في بعض الاحيان الذين احترمهم ونكل لهم كل الاحترام والتقدير. اذا لكن رغم ذلك فيه مجهودات جباره لقضيه المراقبه، فيه مجهودات جباره لبناء اقتصاد وطني. اليوم ماشيين باش نمشيو نبنيو اقتصاد وطني، لكن فقط اعطيت لي الفرصه لانني نشكرك اننا نبقى في لب السؤال. أن في برنامج السيد رئيس الجمهورية انتقلنا من فوضى الاقتصاد وفوضى الاستيراد إلى تنظيمه ليس بكبحه، ولا ب يعني أننا نحرم الشعب الجزائري من بعض المواد. تنظمت هذه الأمور، هي منظمة، ما نقولكش لحقنا المثالية، لكن ماشيين إلى أننا ننظم السوق بطريقة وطريقة إيجابية. فيما يخص قضية المواد اللي راهي في التذبذب اللي تكلمت عليها، كان عندنا تذبذب في الحليب، في الزيت، في السكر، كان بعض المواد مازالها متذبذبة في السوق، وبعض الأحيان تخلق أو كيفاش يقولوا مفتعلة، تفتعل بعض الأزمات كما لا نشوفوا هذه الأيامات في السميد. لكن بعض الأحيان نأخذ قرارات ونتحملوا مسؤوليتنا،
لأن تحويل العملة الصعبة عن طريق يعني استيراد البقول الجافة سبب ضرر كبير للخزينة العمومية. واليوم الحمد لله من نهاية السنة نظن الأرقام اللي قدمتها لنا وزارة الفلاحة راح إن شاء الله ننتهي نهائيا كما انتهينا من أزمة الحليب وانتهينا من أزمة السكر وانتهينا من أزمة الزيت، راح ننتهي من هذه أزمة البقوليات وتصبح من الماضي. لكن باش نقدر ما كاش حاجة بدون فاتورة نخلصوها، ناخذ قرارات نظم اقتصادنا مش من السهل، لأنه عندنا بعض اللوبيات في بعض الأحيان يترصدوا باش يكسروا كل قرار اللي من خلاله أننا نضمن استقلالية الدولة في أموالها وفي سيادتها وفي قراراتها. شكرا لكم مرة أخرى على السؤال. شكرا السيد.